يجري الى الجماهير والمواطن. معنى الحزب السياسي او هيئات سياسيه يجب ان تنقل الى المواطن كل ما يحدث وكل ما يجري بشفافيه ومستقبليه. وهناك يعني من يرى ان وسائل الاعلام هي التي تجسد الرابطه تشمل البارحه الراديو التلفزيون الصحف مجلات الكتب السينما الاعلام الانترنت، وهي من اهم المؤسسات المرجعيه التي تؤثر في شخصيات وقيم وافكار وممارسات الشباب على المستوى الامد البعيد. معنى ان الاحزاب السياسيه والهيئات السياسيه والممثلين السياسيين يجب ان يستثمروا هذه الوسائل في ماذا؟ في زياده الوعي لدى الشباب ولدى الناشئين وفي التواصل المستمر والمتواصل، ليس المناسباتي، ماشي نجي غير واحد الفترة ونتواصل مع الناس، وإنما أتواصل بشكل مستمر. ها شنو درنا؟ ها شنو خصو يزيد دار؟ ها شنو درنا؟ يعني بشكل مستمر. هذيك الفترة اللي أنت مثلا عندك واحد المهمة شبرتيها، يجب أن تكون تتواصل مع المواطن، باش يعرف باش كتعرف المواطن أنت شنو نجزتي له، لأنك الأول وعدته نديرو نديرو نديرو، يعني كانت برنامج انتخابي. فهذا البرنامج هل فعلا تم تنزيله؟ شنو الصعوبات اللي واجهتك؟ ما تم انجازه؟ ما لم يتم انجازه؟ معنى هذا ما كيخلقش حل، وبالتالي الهيئه السياسيه او المنتخبين او الممثلين السياسيين لا يستثمرون الاعلام خير استثمار، يستثمر فقط في مجالات محدده جدا، لكن ربما التواصل مع المواطن او شريحه مهمه من المواطن، وهذا اللي غادي يخلي واحد النتيجه غنشوفها في الاخير هي العزوف. اغلب كاين واحد مصطلح ديال العزوف، مصطلح ديال الخوف والترتيب قبيله. لا نجاوبك على العزوف. احنا نجاوبك كاين النقطة ديالو، كاين النقطة ديالو، خليو حتى النقطة ديالو. كاين العزوف، كاين هذاك الخوف وعدم الثقة. هاد المصطلحات غيكون نواتج هاد الشيء هذا، هما الخلاصة ديال هاد الشيء هذا. إلا حنا عارفين من بعد غادي يكون شنو صافي؟ توصلوا إن شاء الله. أشكو وظائف الإعلام، أنا ذكرت الوظائف المتعددة وغادي نختار الوظيفة السياسية اللي غادي نخصصوا. إذا الإعلام عنده بزاف الوظائف بطبيعة الحال. عنده وظيفة سياسية تعليمية، وظيفة المنفعة، وظيفة ثقافية، وظيفة اجتماعية إلى آخره. الوظيفة السياسية اش كتعني؟ هذا الشيء اللي خصو يكون إعلام، هذا هو الدور ديالو، هذه الوظيفة ديالو سياسية، إعلام المواطنين بكل ما يدور الدولة ومراقبة مراكز السلطة على كل المستويات. معنى الإعلام خصو يخبرنا بكل شيء، مثلا عن قدر المجلس كذا كذا الاجتماع وكذا كذا، الإعلام خصو يخدم هذا الدور هذا. مثلا المجلس الجماعي لجماعه كذا وكذا خصو يخبرنا الاعلام دائما هو خصو يدير الدور ديالو، معنى الصحف والمجلات والقنوات الاخباريه خصها تخبرنا كل ما يحدث في الاجهزه ديال المؤسسات ديال الدوله، مثلا المجلس الجماعي، المجلس الجهوي، مجلس كذا، الحكومه دارت كذا، بكل التفاصيل، بكل شيء يخبر فقط هكذا بشرط انما لتنفصلاته. الوظيفه التعليميه وتكون بتقدم الابحاث العلميه السابقه ومناقشه مختلف الافكار والاراء والمواقف. وظيفه تعليميه. وظيفه المنفعه تقديم المعلومات المرتبطه بالاحداث، فتكون وسائل الاعلام مراه لكل ما يقع من احداث في المجتمع. معنى ان هذه الوظيفه الاعلام مصلحته انه يخبر الناس داكشي اللي واقع. القنوات الاخباريه، مجموعه التواصل، خصهم يخبروا الناس باللي كيوقع. حتى باش الناس كيقعدوا ثقه هذيك الوسيله. هذيك الوسيطه الاعلاميه تبقى عندها فيها ثقه. المشكله في الوظيفه المنفعه هنا كتبقى المجلس ما كيخليش الصحفي انه يدير الخدمه ديالو، الاساس هي تقديم المعلومه. هذا هو الاشكال اللي كاين. هنا مثلا المجلس كيقول له مثلا الا كنتي غادي تخبر في الموقع ديالك راه خبر بهذ النقط معينه وهذ النقط ما تهضرش فيها. وهنا الوظيفه المنفعه ما كاينش، هذا هو المشكل. بالنسبه للدور الصوت كيخول لك الحصول على المعلومه، فهمتني؟ الحصول على المعلومه. اللي بغيت نعطي بعض النقاط واش نختار تنزيل ولا تنزيل؟ لا العزوف ولا فقدان الثقة؟ نسجلوا باش نمشيو شي؟ نعم. عندنا نقطة ديال المقترحات ونسجلوها. سيدي الزهراء ما كاينش؟ لتحت. إذا كانت ممكن تهضر معنا هي اللي يمكن بالمقترحات لأن شي مقترح نشوفوا كيفاش صافي؟ عندنا الوظيفة الثقافية تدعم القيم والتقدم المعايير المثالية للمجتمع، اللي كتشمل مثلا بعض البرامج الثقافية، تعزيز مثلا مواقع المغرب، تشجيع السياحة في المغرب، إبراز المؤهلات الثقافية، المؤهلات الحضارية للبلاد، هادشي كتشمل البرامج، واللي كنلاحظوا ربما عند التقاسم معايا الفكرة، قل ندرة، نقولوا ندرة، ماشي قل ندرة البرامج السياسية على القنوات، على مستوى التواصل، كتلاحظوا كاين برامج اللي كتهتم بالشأن السياسي قليل جدا. وما كاينش البرامج الدينية. كاين ما
لا دابا حنا معلن، الحمد لله كاينه قنوات اللي كنقنوات السادسه، كاينه قنوات اللي كدير يعني باش كتوصل افكار.